بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ابنائي الاعزاء، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في هذه الازمه اللي كيعيش العالم بأسره، ولكن المؤمن مصاب وان شاء الله غادي تدوز وغادي تولي هذه الامور كلها من الذكريات حتى نتواصل. فلن يمنعنا الكورونا او اي مكان لن يمنعنا عن التواصل. اليوم ان شاء الله سوف نتذكر الدرس الذي تعرفناه سابقا، انه اسم التفضيل، درس خاص بالمستوى الثالثه اعدادي، هو فقط دعم، ولكي ندعم هذا الدرس كما يجب لابد ان نتذكر بعض خطوات الدرس. بادئه ببدء، سنبدا بالامثله. المثال الاول: الخير ابقى وان طال الزمان به. نلاحظ هذا هو اسم التفضيل. اسم التفضيل يدل على ان هناك شيئان او اكثر اتحدا او اشتركا في صفه وزاد احدهما عن الاخر. دائما هو على وزن افعل، ابقى افعل، لكن ليصاغ اسم تفضيل من الفعل لابد ان تتوفر في هذا الاخير شروط محدده. مثلا فعل بقي، نلاحظ انه فعل ثلاثي الاحرف، نلاحظ ايضا انه فعل تام لان له فاعل وليس كالافعال الناقصه التي تحتاج الى اسم والى خبر. مثبت لانه لم تسبقه اداه نفي وهو بالتالي مثبت. مبني للمعلوم، مبني للمعلوم ونقيضه المبني للمجهول. نلاحظ ايضا انه فعل متصرف في الماضي والمضارع والامر، بقي في الماضي، يبقى في المضارع، ويبقى في الامر، فلا بد ان يكون متصرفا في الازمنه الثلاث، وبالتالي كل فعل جانب أو نصف متصرف لا يصاغ منه اسم التفضيل. نلاحظ أنه أيضا قابل للتفاوت، قابل للتفاوت أو التفاضل، وبالتالي فأي فعل لا يقبل التفاضل لا يمكن أن يصاغ منه اسم التفضيل، كفعل مثلا عدم أو مات أو فني. نلاحظ أيضا أنه لا يدل على لون أو عيب أو حلية مما يكون مما تكون الصفة منه على وزن أفعل ومؤنثه فعلاء. تلك هي سبعة شروط لابد أن تتوفر في الفعل حتى نصوغ منه اسم التفضيل صياغة مباشرة. كان الشأن في المثال الأول: الخير أبقى وإن طال الزمان به، ونتمنى أن يبقى وسيبقى بإذن الله تعالى. نلاحظ في المثال الثاني: إننا أشد تعلقا بالقيم من الإسلام. نلاحظ أن اسم التفضيل هنا صيغ بطريقة غير مباشرة، والفعل هنا هو تعلق، والمانع أو الشرط الذي اختلف الفعل هو كونه غير ثلاثي، وبالتالي صيغ اسم التفضيل بطريقة غير مباشرة. ما هي هذه الطريقة؟ إذا لصياغة اسم التفضيل بطريقة غير مباشرة لابد أن نستعين بمساعد على وزن أفعل المصدر. في هذه الحالة هناك مصدران، إما مصدر صريح أو مصدر أولي. المصدر الصريح هو الذي يتضمن حروف الفعل، يدل على الحدث دون الزمان، فمثل مثلا تعلق تعلقا، خرج خروجا، لعب لعبا، وهكذا. هذه هي المصادر الصريحة، تتضمن أحرف الفعل وتدل على الحدث دون
الدلالة على الزمان. فيما مصدر مؤول لابد أن يؤول من أن أو الفعل أو أشياء أخرى. إذا مصدر صريح أو مصدر مؤول. السؤال: متى نستعمل مصدر صريح ومتى نستعمل المصدر المؤول؟ نلاحظ هنا تعلقا فعل غير ثلاثي، وبالتالي سنستعمل المصدر الصريح. فيما المثال التالي: الأجدر أن ينفق المال في أعمال البر، استعملنا هنا المصدر المؤول، مؤول من أن والفعل. المساعد على وزن أفعال إضافة بعده مباشرة المصدر المؤول من أن والفعل. المصدر الصريح يعرف دائما تمييز، تمييز منصوب. أما المصدر المؤول فيعرف حسب موقعه من الجملة. أسماء التفضيل قد تأتي على غير وزن أفعال، مثل المثال التالي: الوقاية خير من العلاج. فالأصل فيه هو أخير، وكذلك الشأن بشر، أشر، شر، أخير، خير، وهذا استثناء في اللغة العربية. فيما يلي سوف نقوم بإعراب جملة من هذه الجمل، مثلا: الأجدر أن ينفق المال في أعمال البر. الأجدر هو الاسم الأول في الجملة، وبالتالي في جملة اسمية الأجدر ستعرب مبتدأ. أن أداة نصب ومصدر، ينفق فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو فعل كما ترون مبني للمجهول. المال نائب الفاعل، هذا الفعل نائب الفاعل مرفوع للضم الظاهر على آخره. والجملة أولى والمصدر المؤول من أن والفعل في محل رفع خبر المبتدأ، في حرف جر أعمال اسم مجرور، وهو مضاف والبر مضاف إليه. من هنا نعلم أن اسم التفضيل يعرب حسب موقعه من الجملة. كذلك الشأن بخير، وأيضا اسم التفضيل. الوقاية مبتدأ، خير الخبر، من حرف جر العلاج اسم مجرور. ننتقل فيما يلي إن شاء الله إلى التطبيق أو الأنشطة الداعمة.